ونشتغل how to increase efficiency. فيول برضه على حسب ما هو الفليم دي مرتبطه بالوقود، يعني كل وقود ليه تي فليم
خاصه بي معايا ما اقدرش اتخطاها. وصلت للتي 3 تمام كده، درجه حراره التي 3 دي تقريبا في حدود 1500 كلفن. وصلت يبقى سخنت من 350 لحد 1500. طب بعد كده في الجاستر ماين تعمل اكسبانشن، فالضغط بيقل ودرجه الحراره كمان بتقل. تقل لحد كام؟ تقل لحد 700 600 معايا. معنى الكلام ده ايه؟ خد بالك الاربعه دي اللي انا برميها، معنى الكلام ده ان انا برمي 600 درجه سيلسيوس فين؟ 600 درجه كلفن فين؟ في الهواء. طب ليه؟ طب ليه بقى؟ انا بدل ما اعمل الكلام ده اقوم بعمل ايه؟ اخد نقطه اربعه دي وارجعها تاني. بس بقى تركز في اللي انا هنسيبه دلوقتي. اخد اربعه دي وارجع ليها تاني. اروح اعمل ايه بقى؟ دي احنا قلنا دي 700 بس 700 كيلو، ودي كام؟ 300 400 كيلو يا سيدي، مش مشكله 400 كيلو. هعمل مبادل حراري، ادي المبادل الحراري اهو المنظر ده كده. اوكي هو سيشن سهل برضو. طيب ادي المبادل الحراري اهو يا رجاله تمام كده. ايه اللي يحصل لما ادخل 700؟ خد بالك ده خط وده خط تاني، ده خط وده خط تاني، مش ميكس، مش عامل خليط. ف 400 يحصل لها ايه؟ زيد لحد ما توصل لكام؟ اقصى اقصى قيمه ل 400 تبقى كام؟ 700. يعني الحاله المثاليه خالص ان دي توصل 700 اور لس، اور لس صح؟ او اقل من ده بس اور لس، بس برضه كمان ان هي مور ال 400 برضه، يعني بين 400 وكام؟ يعني اكتر كده كده اكبر من 400، كده كده هي اكبر من 400. طيب وال 700 ايه؟ تنخفض، تنخفض لحد كام؟ لو لو ال 400 سخنت لل 700 يبقى ال 700 تنزل لكام؟ لل 400 على حسب القانون، هنكتب القانون دلوقتي، بس انا عايز افهمك بس الحوار بيحصل ايه؟ يا سيدي انا هقول لك ان انا وصلت من 400 وصلت ل 600. حلو الكلام؟ معنى الكلام ده ايه؟ انا كنت بسخن من 400 لحد كام؟ كنت بسخن في الاول من 400 لحد 1500. دلوقتي بقيت بسخن يعني وفرت كام؟ وفرت 200 كلفن صح؟ اضربها بقى في السي دي بقت ايه؟ بقت طاقه، يبقى انت وفرت ايه؟ على 200 جول الطاقه ايا كان الرقم. هو ايه حضرتك الحرب؟ بعد ما تسخين لا على حاجه اه على حاجه السيبرمي خلاص كده. طيب يبقى الحاله ديت يبقى في الحاله دي في الحاله ديت بيجي عندي هنا نقطه خمسه أو نقطة 6 أنا آسف، الدكتور مسميها إيه؟ 2 آر ونقطة 5 آر 5 دي 2 آر خمسة دي نسميها 2 آر ودي دي نسميها إيه؟ 5 5 عشان أنا آخد بس التسميات بتاع الدكتور عشان نشتغل عليها. طيب تعالوا بقى نشوف الحل. المبادل ده المبادل ده ليه هو مسميها تفاعل ولا فعاليه؟ فعاليه مش فعاليه فعاليه المبادل ريجنريتور فعاليه المبادل هو باختصار هو اللي حصل على اللي المفروض يحصل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان 2 سخنت ل 2 ار فبقت التي 2 ار ناقص التي 2 على كان ايه اللي المفروض يحصل؟ كان 2 تسخن لحد 4 اللي المفروض يحصل كان التي 4 ناقص التي 2 يبقى دي معادله هتنضاف معاك زياده في المساله دي اول حاجه. طيب
في بقى قانون، في قانون لو انا شغال، ركز بقى معايا، سيمبل وايديال، خلاص يا رجاله، وايديال ويز ريجينريشن. في صوت يا رجاله، في صوت ويز ريجينريشن. في الحاله ديت الايتا ثيرمال هتساوي، الايتا ثيرمال هتساوي واحد ناقص تي واحد على تي ثلاثة مضروبة في الار بي والسجارة ناقص واحد على الواحد. ده معناه ايه؟ في الحالة السيمبل ايديال ويزاوت ريجنريشن، الحالة السيمبل ايديال ويزاوت ريجنريشن اللي هي بتاع المرة اللي فاتت، كنت كل ما بزود الار بي كل ما الكفاءة بتزيد. هنا بقى ايه اللي حصل؟ كل ما زود الار بي ايه اللي يحصل؟ الكفاءه بتقل. بقى شكلك يجيلك شفوي، يبقى الايتا ثيرمال مع الار بي بس المره دي ويز ريجنريشن. في الحاله دي بالمنظر ده كده علاقه عكسيه. انت ما جاش على الكره اقل خالص. شوف اول ما جاش على العلاقه دي ادى القانون، ما جاش خالص، ما اداش ال، ما وصلش للقانون ده. لا لا ما وصلش. ايه ده؟ دخل في التربو جيت. ماشي بس ما وصلش القانون ده. ماشي يبقى هو ممكن يكون في سهيله بقى. احنا لو مشينا عادي هنوصل لنفس النتيجه. هتشتغل عادي، هتفك الكيو، هتفك الكيو ده هي الكيو ده هتبقى كام؟ من كام لكام؟ من 2 ار. ايوه ادي 2 ار والبيت 3 هتفك وتوصل للعلاقه دي. طيب طالما ما اتجهاش تعال حل المسائل ده عشان ايه؟ سواء اصلا هو القوانين دول بس زياده. تعالوا نبص في الشيت بقى. شيت واحد برضه. مساله ريجنريشن. دروب وفيها حاجات كتير. تعالى نتسلى فيها. لا. تعالى نتسلى فيها. جاز تيرباين سيستم. ما انا لخصتها المره اللي فاتت. والله. ما حضرتش. جاز تيرباين سيستم اوبريتس اندر ذا فولوينج كونديشن. بريشر اند تمبريتشر اندر ذا كومبريسور انلت 1 بار 25 درجه سيلسيوس. دي ستيت كام؟ 1. ستيت 1. بيديني البي 1 بكام؟ 1 بار يعني 100 كيلو باسكال، والتي 1 25 يعني 298 كلفن، ومديني الار بي 7، مديني الار بي 7 يعني معنى الكلام ده ان البي 2 بكام؟ 400 كيلو باسكال. مش فاهم يعني تليفونك ليه؟ لحد دلوقتي ما اضمنش الدكتور ممكن يزود شتاتي. صوره بالكاميرا من على تليفون زميلك. 1050 دي مين؟ في ثلاثة. 1050 كلفن، البي 3 هي نفسها البي 2 إلا لو قال في بريشر دروب في الكومباشن تشامبر، صح؟ تعال نكمل كده نشوف هيديني حاجه ولا لا. بيقول لك بريشر دروب اذا كومباشن تشامبر 1 من 10 بار، يعني معنى الكلام ده ان البي 3 هيساوي البي 2 ناقص 1 من 10. خد بالك 1 من 10 بار، 1 من 10 بار، يبقى لازم توحد. يعني دي لو قلنا 700 كيلو باسكال يبقى ده كام؟ 10. ولما 10 باشمهندس هو المفروض يدينا البي 3 مش هيديك ب 3، انت عارف ان البي 3 هي بتساوي ب 2.
فيبقى عندك ده بيساوي كام؟ 690 كيلو باسكال. كومباشن تشامبر افشنسي 95%. ايتا كومباشن تشامبر دي بتساوي ايه بقى؟ بتاع المره اللي فاتت. بتساوي ايتا كومباشن تشامبر؟ اتش كابتل 3 ناقص اتش كابتل 2 على ام دوت فيوي ال بي سي دي. دي قلناها المره اللي فاتت. كل ده قلناه المره اللي فاتت. دي بكام؟ 95%. ليش ذات انا سالتش من اللي هي الكيو دوت اد دي السي بي مش كده بس اللي تحت ده ايه اللي فوق كيو دوت اد اللي تحت برضو ايه كيو دوت اد برضو فرق ازاي بقى بين ده وده فرق ازاي ما بين ده وده ده الكيو اد اللي اكتسبها الغاز الفعليه اللي خدها الغاز انما الكيو اد اللي جايه من بره من بره البلانت المحطه كلها مين؟ الفول الوقود. فطبيعي لو الوقود طاقته 100 وكفاءه غرفه الاحتراق 90 يبقى الغاز اكتسب ال 100 ولا اكتسب 90 بس؟ 90 بس. يبقى اللي اكتسب الغاز اقل من اللي داخل المحطه. تعال نكمل. بريشر التربين اوتلت 1.1 بار ده مين؟ 4 1.1 بص بقى بيقول لك البوليتروبيك اندكس فور كومبريشن اند اكسبانشن ار ريسبكتيفلي 1.38 و1.33 يعني معناها الان بتاع الكومبريشن بكام 1.38 الان بتاعت الاكسبانشن 1.33 وبيديك الان سي في دي بكام 42 الف ومديلك الماس of air to fuel ratio يعني الام دوت اير على الام دوت فيول بكام؟ 60 على 1. المساله بقى ايه شامله كل الاحتمالات موجوده. Find the bar developed for each 1 كيلو جرام على الثانيه mass flow rate of air and overall thermal efficiency of the plant. يعني دي يعتبر اعاده السكشن اللي فاتت. بيقول لك اعتبر ان الام دوت اير بكام؟ 1 يبقى الام دوت فيول بكام؟ 1 على كام؟ 60 على 60 يبقى انت هتشتغل بالارقام دي كيلو جرام على الثانية. طيب ستيت 1 فيها مشكلة؟ معاك اصلا ستيت 1 معاك ستيت 2 هنقول ايه؟ من 1 ل 2 هل بقى اشتغل من 1 ل 2 اس وقوم جاي قايل الايتا بتاع الكمبريسور بكذا هو مديني ايتا كومبريسور ولا مديك البوليتروبيك اندكس؟ مديك البوليتروبيك اندكس يبقى تشتغل على طول من 1 ل 2 قوم جاي قايل تي 2 على تي 1 سوى بي 2 على بي 1 ده اس ان وده اس كام؟ درجه الحراره اللي هتطلع الاكشوال ولا هتطلع بتاع الايزنتروبيك؟ الاكشوال على طول هنا تطلع لك الاكشوال على طول يبقى هنا جبت تي 2 ده الان بتاع الكومبريشن الان عشان ما عندكش هو انا اشتغلت في ايزنتروبيك؟ ما اشتغلتش ايزنتروبيك بوليتروبيك يعني فعلي يعني فعلي بوليتروبيك ده فعلي طيب كده جبنا تي 2 ستيت 3 البي 3 معاك؟ تي 3 معاك؟ ايوه تمام بعد كده من 3 ل 4 نفس القصه تي 4 على تي 3 سواء البي 4 على البي 3 ده هي ان بس المره دي ان بتاع الاكسبانشن وده هي ان ناقص 1 برضه بتاعت مين؟ الاكسبانشن ده انا دول بتوع الكومبريشن تجيب لي من ده مين؟ ما انا بديك البي 4 البي 4 ب 1.1 تمام كده؟ تمام كده جبنا التي 4 كده كل الدوره اتحلت معايا كل الستيتس اتحلت معايا تعالى بقى نطبق الورك كومبريسور الباور بتاع الكومبريسور الباور بقى لان معايا الام دوت ها هشتغلها ازاي؟ ام دوت مين؟ سي دوت اير سي بي اير مديني سي بي للجاز؟ لا المساله مش مديك اي داتا عن السي بي بتاع الجاز خلاص خدها ايه؟ هي السي بي اير سي بي جاز هي السي بي اير تسال في ايه؟ ماشي ام دوت اير سي بي اير ها تي 2 ناقص تي 1 الباور بتاعت التربينه ها الجاز اللي هي مين؟ الدوت اير الدوت فيول يعني 1 زائد 1 على 60
الدكتور قال لكم اهملوا لما يتجمعوا مع بعض في البيت صح؟ براحتك اللي انت عايزه ماشي براحتك سي بي جاز والسي بي جاز هفرضها ان هي السي بي اير في كام ناقص كام؟ في 3 ناقص 4 كده جبت ده تمام كده الكيو اد تعالى بقى بص الكيو اد بقى كيو دوت اد هتساوي ايه؟ هتساوي ايه؟ بص ده الكيو اد بتاع مين او مش الكيو اد بقى ممكن نقول الكيو بتاعت الجاز عشان ما نتوهكوش دي الكيو اللي اكتسبها الجاز انا عايز اجيب الايتا ثيرمال الايتا ثيرمال ليه يعني ليه علاقه بالام دوت فيول ماليش علاقه ما اشتغل بمين بالاتشات ايتا ثيرمال اتشات تمام يبقى هنا كيو دوت اللي خدها الجاز من الاتش 3 ناقص الاتش 2 تمام الكلام ده بيساوي مين ال دوت فيول في ال سي في الايتا بتاعت مين كومباشن تشيب تمام تمام طيب معاك ال دوت فيول معاك ال دوت فيول ومعاك ال كالوريك فاليو ومعاك الايتا بتاعت كومباشن تشيب صح تعال نشوف الاتشات دي بقى لا يكون عايز يحسب ال معاش عليه الاتشات طيب دي معاك فيها ايه؟ معانا كل حاجه معانا الام ومعانا السي بي ومعانا درجات الحراره مش عايزين فيها مش مظبوط ام 3 دي يعني اتش 3 دي عباره عن ام جاز السي بي جاز في تي 3 ناقص تي 2 في تي 3 بس ناقص ام اير سي بي مش فارقة في تي 2 اما دول برضو معايا مش كنا بنعمل دي لما كنا عايزين نحسب الكتله بس هو عندنا كتله معطى خلاص عندنا كتله معطى خلاص مش محتاجين نعمل دي الايتا مش احنا نجيب اللي هي الباور اللي هي ام دوت اير في الورك دون نت على الام دوت فيول في ال سي بي ما نحطش اللي هي الايتا بس هو مش عايز يسلم لا لا ازملكوا تاني لا في الايتا ثيرمال يا هندسه الايتا ثيرمال عباره عن الورك ترباين الباور بتاعه الترباين الباور بتاعه الترباين اللي هي اتش اتش 3 ناقص اتش 4 ناقص الباور بتاعه الكمبريسور اللي هي اتش 2 ناقص اتش 1 على الاتش 3 ناقص الاتش 2 ماليش دعوه ولا ام دوت فيول ولا ال سي في لو الايتا كومباشن تشامبر بواحد يبقى المقام ده هو نفسه الام دوت فيول في ال سي في ماشي طيب اعتقد كده يعني مش مهندس هو كده عايز ملهاش لازمه ملهاش لازمه عايز ده بلاند مش عايز ده عايز ده بلاند ماشي ايه المشكله؟ هي الباور على الام دوت فيول في اللي هو الكارت فاليو برضه ايه المشكله؟ انا مش بتكلم على الكلام ده كله انا بتكلم على حل المساله على الحل الخطوات اللي انا همشي بيها انا دلوقتي عرفت اجيب عرفت اجيب درجات الحراره وعرفت اجيب الضغوط وبرضه هنا المعدتين دول مش محتاجينهم لما تجيب المطلوب وخلاص احلها مطلوب وخلاص ماشي انت عايز ايه عايز الايتا بلاند عايز الايتا بلاند صح الايتا بلاند قلنا بيساوي ايه الباور بتاع التربارين ناقص الباور بتاع الكمبريسور اللي هو الورك نت صح على الاتش 3 ناقص الاتش 2 اللي هي كل ده مين اللي هو مين ايتا سيرمال مضروب في مين ايتا كومباشن تشامبر في الايتا ميكانيكال في الايتا مين؟ جنريتور تمام؟ ده اللي احنا كتبناه المره اللي فاتت ماشي؟ ماشي اعتقد ان ما كان ممكن ما يجينيش اصلا الام دوت اي مش صوت دم اعتقد ما كانش المفروض يديني الام دوت اي طيب يبقى بص احنا ممكن نحل المساله دي بغير المعطى ده لو مش معايا النقطه ده يا رجاله لو مش معايا النقطه ده ده هو ايه يبقى هعمل ايه بالمعادله دي كده بالمعادله دي كده هتجيب لي مين ام دوت ماشي المعادله دي هتجيب لي ام دوت ايه وتكمل حل المساله يبقى ازاي يا باشمهندس المجهول كله بقى ام دوت ايه مش ام دوت جاز دي ام دوت ايه زي ام دوت فيول شيل ام دوت فيول وحط كام 60 1 على 60 ام دوت ايه تمام وشيل هنا ام دوت فيول حط 1 على 60 ام دوت ايه هو الباور المطلوب ده حل ازاي بصراحه؟ عملتها امبارح احسن صفر
تخيلوا انكم طلعتوا ورقه وحلوها دلوقتي. بس طلعوا ورقه وحلوها دلوقتي ايه؟ ولا حضور. ها؟ الباور نت. ايه الباور نت؟ الباور دي كله هي دي. خلاص يا رجاله؟ تمام؟ طيب تعالوا بقى نخش في ريجنريشن الجزء الزياده النهارده. بيقول لك ايه؟ ابقى ريجنريتيف هيت اكستشينجر. خد بالك عشان الارقام هتبدا تتغير. ريجينيريت بيت اكستشينجر 72% افكتيفنس از يوزد. الايتا اللي مديها لك دي كام؟ 72%. لبسون وات ويل بي ذا بيرسنتج انكريز ان ثيرمال افشنسي. عايز الزياده في الايتا ثيرمال. ايتا ثيرمال ولا الايتا بلانت؟ ثيرمال افشنسي. ماشي هاتها للبلانت، هاتها للمحطه، هاتها للبلانت. And the percentage decrease in the fuel consumption. عايز التحسين اللي هيحصل، التحسين اللي هيحصل في الايتا ثيرمال، وعايز النقص اللي هيحصل في الايميديت فيول. يبقى المساله الحاله الاولانيه زي ما انا قلت لك هتلغي الايميديت اير بواحد، وانت اللي هتحسب الايميديت اير، وهتحسب كمان مين؟ الايميديت فيول. خلاص؟ تمام؟ يبقى ده حل المساله. هتلغي الام دوت اير، يعني 4 ايتش 1 كيلو جرام على الثانيه ماس فلوريت اوف اير، الغي السطر ده كانه مش موجود. ماشي؟ هتحل المساله زي ما انا حالي كده. طيب تعالى نكمل بقى. مره بيطلب من الدور على الماس اير واحد، والمطلوب الثاني عايز الاوفر اول ثيرمال افشنسي، يعني اروح اجيب انا الام اير ساعتها، يعني اجيب له الباور لكل كيلو جرام من الاير. بالراحه بس. هو مش بيقول لك عايز زيادة؟ لا عايز زيادة وعايز نقص؟ يا ابني انا بتكلم عن المسألة بقية المسألة. هي كل اللي حط تشيله الام دوت اير بواحد. فاهمها لك ازاي؟ في الحالة الأولانية كده البتاع بقت كام؟ 1/60 صح؟ صح؟ طب لما نيجي نحلها تاني بقى تحطها بواحد على 60 برضه؟ على الام دوت اير يعني؟ لا في المطلوب التاني لا. المطلوب الأولاني حطيناها الام دوت اير بواحد. صح؟ المطلوب الثاني هو حطيت برضه الام دوت فيول 1/60. في الحاله الثانيه لما دي لما احط ريجنريتيف ومعاك الافكتفنس بتاعك. اذا كان انت بتحل المساله اصلا على سن 1/60. انت هتحل المساله على سن 1/60. طيب تعالى نحل. ماشي يا فندم المساله اللي المهم خلاص لسه بخلص. عايز ايه؟ بخلص. ماشي. طيب دلوقتي معايا ايه؟ انا معايا ستيت واحد لما احط ريجنريتيف، لما احط ريجنريتيف ستيت واحد زي ما هي، ستيت اثنين هتخليها برضه زي ما هي. ماشي؟ والتي ثلاثه هتتنيها زي ما هي. ليه التي ثلاثه زي ما هي؟ هي اعلى درجه حراره مرتبطه بالفليم تمبريتشر. مرتبطه بالفليم تمبريتشر. تمام؟ يبقى معاك اللي هيتغير. طيب خلاص يا رجاله التي 3 هتنها زي ما هي، وبالتالي كمان تي 4 مش هتتغير. يبقى ايه اللي هيحصل؟ ان انا هجيب من هنا من المعادله دي مين اللي مين بس اللي مجهول؟ التي 2 ار. جبت التي 2 ار تمام كده؟ طيب في الحاله ديت يبقى الايتا بتاعتك الايتا ثيرمال سواء للمحطه او سواء للثانيه الاثنين مش هيفرقوا، لان كده كده مضروب في الايتا كومبشن تشيمبر. المهم الورك تربان اتغير، الورك تربان اتغير. حلو. الورك كومبريسور او الباور بتاع الكومبريسور اتغير. امال ايه اللي اتغير؟ اتش 3 مؤسسات اتش 2 معايا؟ تمام؟ تمام؟ يبقى ده اللي حصل. يبقى دي الحاله الاولانيه، ايتا ثيرمال 1 وايتا ثيرمال 2. سواء حسبتها بالايتا ثيرمال بالسايكل او حسبتها بالايتا بلانت، كده كده مضروب هنا في نفس المعامل. ما انا هضرب هنا في الايتا كومبشن تشيمبر، ترجع هنا تضرب تاني في الايتا كومبشن تشيمبر. فالفرق مش هيزيد، مش هيتغير. الناس مش متخيله اي حاجه من اللي انا بقوله. حاسس الناس مهيبره اصلا. نسبة الزيادة بيرسنتج انكريز بيرسنتج انكريز هندسه هتساوي ايه؟ احنا بنقسم على الاتش مش بنقسم على كيو اد.
نفسها اللي هي بتاع الفاول. يعني مش ان احنا بنقسم الخارج على الدخل واحنا اللي دخلنا الوقود. اتعرفت معايا المره اللي فاتت؟ اه. ايه الفرق ما بين ايتا سيرفر للسايكل وايتا بلانت؟ ايتا بلانت بنشوف اللي احنا خرجناه من المحطه واللي احنا دخلناه للمحطه نفسها. حلو. الايتا سايكل مرتبطه بمين؟ الايتا سايكل مرتبطه بمين الايتا سايكل؟ مرتبطه بالنتورك والي مرتبطه بالوركينج فلويد بالاتشات مرتبطه بالاتشات. تمام. اللي ماشي جوه السايكل هل اللي ماشي جوه السايكل ام دوت فول في ال سي في؟ امال اللي ماشي ايه؟ اتش 3 هنا واتش 2 هنا. مش دي بتعتمد على الكفاءه بتاع الكوميشن تشامبر؟ ايوه. ما احنا ضربنا فيها تاني. لا يعني انا مش فاهم برضه يعني ما انا ضربت هنا فالرقم اتغير فبقى ده رقم وده رقم ده بقى 90 ده بقى 85. انت عايز ايه بقى؟ احنا نقسم على الكيو اد نفسها اللي بتاع الفيلم. فانا لو قسمت على الكيو اد ديت بقت دي 85 ودي 85 ما بقاش في فرق. ازاي؟ مش الباص ده اللي هو الورك دون نت اللي هو الخارج بتاع الجنريتور ده مفيش اي مشكله. ماشي. انت دلوقتي ده هو نفسه ده بس مضروب في الايتا كومباشن تشامبر عشان الرقم يتغير. لو انت ما ضربتش في ده انت عايز تقسم على ايه؟ عايز تقسم على ايه بس عشان ابقى كيو ال اللي هو الام دوت كيو. واشيل ده واشيل ده. لا معانا برضه. معاك ايه بقى؟ يبقى معاك ليه؟ معاك ليه؟ مش انت بتقول اللي بره على اللي جوه او اللي خرج بره على اللي دخل من بره اصلا؟ اللي خرج من بره خرج لبره على اللي دخل من بره. اللي دخل من بره كان مين؟ سيبك من دول خالص اهو ماليش دعوه بدول. ده اللي خرج بره ده اللي خرج بره الورك نت صح؟ أيوة. خرج على مين؟ على كابلر. ايوه كابلر صح؟ الكابلر ده ليه ايتا ايه؟ ميكانيك. حلو. ورحت دخلته على ايتا جنريتور. على الجنريتور ليك علاقه بقى بالكومباشن تشامبر. اللي تحت دخل ايه؟ ايه اللي دخل من بره؟ الام دوت فيول ال سي في في ال سي في. حلو الكلام؟ تمام. ايه العلاقه ما بين ده وما بين ده؟ ده بيساوي ده على الايتا على الايتا. اه تمام. ماشي. المهم بس ده مش سر اللي انا بقوله ده مش سر اللي انا اتكلمت فيه دلوقتي مش سر. المهم طيب جبت من هنا من المساله بتاعتي جبت التي 2 اهو الرقم جبته خلاص كده. اللي اتغير دلوقتي الايتا ثيرمال سواء للبلاد او سواء للسايكل مش هتفرق. ليه مش هتفرق؟ عشان الانكريز اللي انت بتحسبه هيطلع انهي واحدة؟ مين الكبيرة؟ المفروض دي؟ صح؟ ايتا 2 ناقص ايتا 1 على ايتا 1. ركز بقى معايا. لو انا ايتا 1 اللي هي كنت ضاربها انا بتكلم في ايه؟ كنت ضاربها في الايتا كومباشن تشامبر. يبقى ايتا 2 هي كمان هضربها في ايه؟ صح؟ تاخدها ايه؟ وتحت. فهمتني؟ فمش هتفرق. سواء خدتها للسايكل او سواء خدتها للبلانت الانكريز بيرسنتج مش هتتغير. فهمت اللي انا بقوله؟ طيب ده كده الانكريز بيرسنتج للايتا ثيرمال. طيب تاني حاجه عايز الديكريز بيرسنتج لمين؟ للام دوت فيول. ده الحاله الاولانيه جبت الام دوت فيول صح؟ طيب الحاله الثانيه الحاله الثانيه بقيت بسخن من كام لكام؟ من 2 ار لتلاتة صح؟ صح؟ يبقى اتش 3 ناقص اتش 2 ار. تمام كده؟ الكلام ده لما اجي اقسمه على الايتا كومباشن تشامبر. على الايتا كومباشن تشامبر. الكلام ده هيساوي مين؟ ام دوت فيول. ام دوت فيول ال ال سي بي. ده ثابت ولا مش ثابت؟ كل ده معاك؟ المجهول بقى هنا مين؟ ام دوت فيول. ام دوت فيول. ماشي تمام. خد بالك ان ده هو فانكشن جواه في مين؟ جواه فانكشن في مين؟ في ام دوت اير. في ام دوت اير وام دوت فيول معايا ولا ايه؟ أيوة. نفس المعادله دي تاني. احنا هنحتفظ بالنسبه اللي هي 1 ل 60 صح او 60 60 1 دي ثابته.
اللي هنشيله بس الكتله الهواء معايا. تطلعها انت، انت اللي تطلعها. طيب لو انت بقى كنت ثبت لي 4 اتش 1 كيلو جرام اوف اير، يبقى بقت دي 1 على 60 ودي 1 معايا. لا انت احسبهم انت. طيب فهمنا القصه بتاعت الريجنريتيف. تعالوا بقى نخش دي تاني طريقه في زياده تحسين الكفاءه. امسح طريقه صغيره. تاني طريقه في تحسين الكفاءه هي ان انا اقلل شغل الكمبريسور. اقلل شغل الكمبريسور. الدكتور قال لكم يقلل شغل الكمبريسور ازاي؟ الانتر كولينج، تبريد بيني. لازم تقول الكلمه كامله، بالتبريد البيني. بان انا بخلي الكمبريسور بدل ما هو وان ستيج بخليه مالتي ستيج. الدكتور رسم منحنى دي بي وقسمه صح؟ ايوه ماشي. مش هنتكلم في الحوار ده خالص. فانا عندي ال وورد كومبريسور. انت ركبت ليه؟ ما تردش عليه. الوورد كومبريسور هعمله عن طريق ان انا اخلي اثنين كومبريسور ما بينهم تبريد بيني. الدكتور سمى النقط ازاي؟ دي نقطة واحد، سمى دي ايه؟ اكس واي ولا A و B باين؟ A و B ماشي. A و B ودي نقطة اتنين زي ما احنا مكملين عادي. لو انا هشتغل بقى من غير ريجنريتيف يبقى ده الكومباشن شيمر اهي، دي نقطة تلاتة وبعدين تربينة واحدة وبعدين نكمل هنا. ده اسمه بقى ايه؟ اللو ستيج كومبريسور. لو ستيج كومبريسور. واللي جنبه ده هاي ستيج كومبريسور. ليه ده لو ستيج وليه ده هاي ستيج؟ ده داخل له 1 بار او 1 اتموسفير. وقلت لك ان الار بي بتاعت الدوره، الار بي بتاعت السايكل مثلا ب 9 مثلا. معنى الكلام ده ان البي 2 ده بكام؟ ب 2 على البي 1 ب 9 بالار بي. يبقى البي 2 ب 9. طيب لما اجي اتقطعها في الكمبريسور الاولاني يجي تفرق بقى معايا. ممكن اقول لك انا شغال على الاوبتيموم. كلمه اوبتيموم انتر كولينج، كلمه اوبتيموم انتر كولينج او اوبتيموم بريشر ريشيو عشان المسمى دقيق شويه. الاوبتيموم انترميديت بريشر ريشيو. اوبتيموم انترميديت بريشر ريشيو في الحاله دي بيكون البي اي على البي 1 بتساوي البي 2 على البي بي. وخد بالك الانتركولر ده يا بيسخن يا ده بيبرد. لو انت هيتنج يبقى بيسخن. التسخين والتبريد عاده بيتم بثبوت الضغط الا لو قال لك في بريشر دروب معايا. بقى تقريبا المساله اللي فاتت كان مدينا بريشر دروب. كان مدي لك 1/10 مش برضه في الثاني كان مدي لك كونسيدر ذات بريشر دروب ان اير سايد اوف ذا هيت اكسشينجر تو جيزر ويز كومباشن شيمبر از ذا سيم 1/10 باور. يعني بيقول لك ال فاكرين مسألة تاني؟ هي حاجة بسيطة، دي كانت 2 ودي كانت 2 ار، صح؟ ده اللي تحت ده بسميه الاير سايد. ده الاير سايد، لأن ده خط هواء. اللي جاي لك من فوق ده اسمه إيه؟ الجاز سايد. فبيقول لك في بريشر دروب الاير سايد. وإن ذا هيت اكسشينجر وإذا كومباشن شامبر 1/10، معناها إيه؟ معناها إن البي 2 كان طالع بكام تقريبا؟ كان بسبعة صح؟ يبقى البي 2 ار بكام؟ 7 ناقص 1 7 ناقص 1/10.
لا 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 بيقول لك together with the combustion chamber. together with the combustion chamber يعني البي 3 البي 3 بيساوي البي 2 ناقص 1 من 10. طب البي 2 ار ركز معايا بس البي 2 ار انا احتاجته اصلا ولا كنت محتاج البي 2 ار بس؟ طب ليه كنت محتاج ليه محتاج البي 3؟ عشان اجيب البي 4 ماشي؟ لا اتكلم بقى واحد عشان اجيب البي 4 فهمنا القصه؟ انما البي 2 ار مش محتاجها تمام؟ هو في المساله بيقول لك فالبريشر دروب بي خط الهواء مع الكومباشن تشامبر توجذر ويز الكومباشن تشامبر 1 من 10 يبقى البي 3 بيساوي البي 2 ناقص 1 من 10. طب البي 2 ار مش محتاجه. طيب نرجع للقصه بتاعتنا لحوار البريشر ريشيو والاوبتيمم والحاجات دي كلها. الاوبتيمم انترميديت بريشر ريشيو بي يكون البي اي على البي 1 بيساوي البي 2 على البي بي وعاده البي اي بيساوي البي بي يبقى في الحاله دي البي اي تربيع بيساوي مين؟ بي 1 في البي 2. فالاوبتيمم انترميديت بريشر ريشيو بتكون ان البي انترميديت البي انترميديت بتساوي البي 1 في جذر الار بي البي 1 في جذر الار بي يبقى دي الحاله بتاعتنا جت ازاي اهي بي 1 في بي 1 بي 1 في بي 1 في مين في الار بي مش البي 2 بتساوي البي 1 في الار بي معايا ولا ايه يبقى البي انترميديت خد الجذر يبقى البي 1 في جذر مين في جذر الار بي معايا ولا ايه تمام طيب ده كده انترميديت الاوبتيمال انترميديت بريشر ريشيو. طيب نيجي برضو لحاجه اسمها الانتركولينج بيكون وعلى حسب المساله بقى عشان ما نلخبطش. المهم هنا ايه؟ طيب تعال نشوف بقى مسائل تعال نشوف مسائل ليه هنا اللو ستيج وليه هنا الهاي ستيج؟ عشان ده لو انا جيت طبقت الكلام ده هنا في الحاله دي البي انترميديت ده يبقى قيمته كام؟ ده بواحد بار جذر 9 3 فبقى ده 3 3 بار بقى الاولاني الكمبريسور الاولاني بيضغط من كام لكام؟ والكمبريسور الثاني بيضغط من كام لكام؟ من 3 ل 9 عشان كده سميت ده اللو ستيج كومبريسور وده الهاي ستيج كومبريسور. في حاله الانتر هيتنج هتلاقيها معكوسه هتلاقيها معكوسه ده هتلاقيه الهاي ستيج تربين واللي بعد منه اللو ستيج تربين هتلاقيها معكوسه. ويجي بقى يقول لك ايه؟ في كابلنج ما بين الهاي ستيج كومبريسور مع الهاي ستيج تربين ليله كبيره زي ما هنشوف في المسائل. عايز اشوف الاسئله دي تو ستيج كومبريسور وان ستيج تربين ماشي ادي مساله رقم 6 بيقول لك ايه اجاز تربين سيستم كونسيستس اوف تو ستيجز كومبريسور ادي تو ستيجز كومبريسور وكومباشن تشامبر ادي كومباشن تشامبر وان ستيج تربين ادي وان ستيج تربين اند ريجينيريتيف هيت اكسشينجر يبقى هرجع تاني طبعا امسح بقى الارقام دي ده الاي ده البي زي ما احنا شغالين هرجع هنا تاني بقى ده كده دي هنا 2 ار اهي ودي نقطه كام؟ 1 اي بي 2 2 ار 3 4 ودي 5 تعال نطبق الكلام ده على تي اس تي اس كير خد بالك المساله دلوقتي بقى معايا 3 قيم للضغوط هما مش 1 و 3 و 9 لسه هنشوف المساله بس انا معايا 3 قيم للضغوط البي 1 والبي اي والبي بي البي اي والبي بي والبي 3 والبي 4 والبي 1 انا اسف البي 2 والبي 3
بي 2 وبي 3 والبي 1 هي نفسها البي 4 الا لو معايا غير كده الا لو قال غير كده وبقى فرق طفيف بس انا كده كده برسم ثلاث خطوط هنا انا برسم هنا ثلاث خطوط لما يكون في انترميديت تمام طيب في الحاله دي بشتغل ازاي بلاش نسم الحالة الاوبتيمال الحالة اللي الحالة طيب بالمرة نرسم اسهل حال اسهل حال في الموضوع كله ببقى شغال على الاوبتيمال انترميديت بريشر ريشيو سيبك من المسألة ما تبصش في المسألة الرسالة بس في التليفون خليك معايا ماشي هشتغل على الاوبتيمال انترميديت بريشر ريشيو وهشتغل على الابسلون بتاع الانتر كولر بتاع الانتر كولر ب 100% بواحد او 100% يعني ايه الابسلون بتاع الانتر كولر ب 100% بس انا ماسك التليفون خليك معايا لا خليك معايا بس خليك معايا انا هرسم حاجه غير اللي في الشيت هرسم حاله ابسط حاله خالص عشان الشيت مش شغال على ابسط حاله تمام ابسط حاله لما يكون اوبتيمال انترميديت بريشر ريشيو في الحاله ديت ان البي اي هيساوي للبي بي هيساوي بي 1 في جذر ال ار بي توتال ماشي دي اول حاجه الاوبتيمال انترميديت تاني حاجه الابسلون بتاع الانتر كولر بواحد او ب 100% ده معناها ايه معناها ان التي بي هتساوي التي 1 تمام تعالى طبق ده على الرسمه مثلا نايم طبق ده على الرسمه دي نقطه واحد ابدا اطلع للبي انترميديت البي بي نقطه ايه بي بي بيساوي البي 1 ولا البي اي البي اي بتساوي البي بي بتساوي البي 1 في جذر الار بي تمام اللي كتبناه كده التي بي بتساوي التي 1 التي بي بتساوي التي 1 وكمان التي اي هتساوي تي 2 التي اي هتساوي تي 2 طب ما ارسم بقى ارسم ازاي ادي التي خد بالك ده من المرحله التي الصفر ادي واحد وادي ايه ادي واحد وادي ايه اجي ارجع تبريد اهو تبريد معاه لحد ما نوصل لمين تي بي معاه وبعدين ارجع تاني اسخن لحد مين يبقى دي ابسط حاله خالص او دي حاله الايديال دي الحاله الايديال ان انا بسخن للبي انترميديت عادي خالص لما يجي يقول لك بقى الابسلون بتاع الانتر كولر ب 100% معناها ان انا برجع الانتر كولر ده يرجع يبرد لي تاني لكام؟ لنقطه واحد تمام؟ طيب طيب ده الضغط بتاعي ده العادي خالص وده الضغط الانترميديت اهو وده الضغط الكبير اهو نفس القصه لو انا عملتها في الانتر هيتر في الانتر هيتر ولا بلاش نتكلم عن الانتر هيتر دلوقتي خلاص اما نيجي نخش في الانتر هيتر طيب تعال نشوف بقى المساله بتاعتنا المساله بتاعتنا مش هتلاقي الحاله السيمبل دي امال هتلاقي ايه ارجع بقى بص في الشيء الثاني بيدي لك ايه في الحاله في المساله بتاعتنا بيديك البي واحد بواحد واحد من 100 باور وبيدي لك التي واحد ب 305 كلفن بيقول لك البريشر ريشيو فور ايتش كومبريسور ستيج 3 يعني ايه؟ يعني اوبتيمم صح؟ الار بي ثابته الار بي انترميديت الار بي انترميديت واحد هي نفسها في الحاله الثانيه يعني معنى الكلام ده ان الار بي انترميديت ب 3 الار بي انترميديت في الحاله الاولانيه هتبقى البي اي على البي 1 بتساوي الار بي انترميديت في الحاله الثانيه اللي هي البي 2 على البي بي معايا الكلام ده كله هيساوي كام؟ هيساوي 3 يبقى البي اي بكام؟ 3 في كام؟ صح؟ تمام؟ والبي بي هيساوي البي اي البي 2 هيساوي 3 في الرقم اللي قدام منك ده تطلع 9 وانت 09 ماشي؟ تمام؟ تعال نشوف درجات الحرارة. لو أنا شغال ايزنتروبيك
لو انا شغال ايسنتروبيك تقوم جاي تي 2 اس او تي اي اس تي اي اس اس ده اختصار ايسنتروبيك تي اي اس على التي 1 تساوي البي اي على البي 1 صح معاك البي اي ومعاك البي 1 ومعاك التي 1 تروح تجيب لمين تي اي اس لو انا مدي لك ايتا للكمبريسور ايتا للكمبريسور تروح تجيب لي تي اي الاكشوال وهكذا زي ما كنا بنعيد بقى الخطوات طيب تعال نكمل نشوف ايه ايزنتروبيك كومبريشن افيشنسي فور ايتش ستيج 9 من 10 يعني هعمل ايه اللي انا قلته من شويه تروح تجيب لي تي اي اس مش عارف الناس حاسس الناس هيسه خالص هتروح تجيب لي تي اس تمام وانت معاك الايتا بتاعه الكومبريشن تروح تجيب لي منها مين تي تي اي الاكشوال تي اي الاكشوال تعال نكمل ووتر انتركولر افشنسي او الافكتفنس هو بتقول له سماها افشنسي ولا افكتفنس افكتفنس ماشي الافكتفنس بتاع الانتركولر 9 من 10 ده بيساوي ايه هو برضو بالظبط اللي حصل عن المفروض يحصل اللي حصل ان التي اي التي اي الاكشوال ولا الايزنتروبيك الاكشوال اللي شعب الايزنتروبيك الايزنتروبيك ما هي الا مساعده بس تي اي الاكشوال ناقص اللي حصل ان هي بردت للتي بي صح ولا ايه صح طب كان المفروض يحصل ايه ان التي اي تبرد توصل لمين تي واحد ما رجاله آه. طب من المعادله دي ايه الحاجه الوحيده اللي مجهوله تي بي التي بي التي بي هي الوحيده اللي مجهوله تمام طيب التي بي اجيب التي بي تعال نكمل كده تمبرشر اد زائد اكسترنال لا احنا محتاجين معانا معادلات اقدر اعرف اشتغل بيها معاك دلوقتي ايه معايا التي بي صح على التي 2 اس اتنين اس بتساوي البي بي على البي اتنين تفرق اتنين من اس بي اتنين تفرق اتنين من اس فريش عشان الدرجة ملوش دعوة بالايزنتروبيك تمام يبقى ده جاما وده ايه جاما ناقص واحد تجيبني من المعادلة دي مين تي اتنين اس ومن الايتا كومبريشن تروح تجيبني مين تي اتنين الاكشن تمام يا رجاله تمام تمام طيب في حد اعرف اجيبها تاني من الحته دي لا ما اعرفش في حاجه تانيه تعال نكمل حل المساله بيديلك بعد كده ايه تمبريتشر ات زهيد اكستشينجر اوتليت از 560 ده مين تي 2 ار تي 2 ار تي 2 ار 560 زائد 2 7 3 زي ما تطلع بقى معاك طيب بيديك اي داتا عن البي 2 تعال نكمل كده عشان نشوف لو في داتا معايا ولا لا بيديك بعد كده الايزنتروبيك افشنسي اوف ذا تيرباين 88 لا الاول ماكسيمم تمبريشر ذا سايكل 827 هي مين دي 3 ب 1000 كده ومدي لك الايتا بتاع التيرباين 88 من 100 440 كيلو جرام على الثانية ماس فلوريت اوف اير يديك الام دوت اير ب 40 كيلو جرام على الثانية عايز ايه بقى؟ الباور ديفولوب ثيرمال افشنسي هيت اكسشنجر افكتفنس تمبريشر اوف جازز ليفنج زي هيت اكسشنجر عايز كل حاجة عايز كل حاجة عايز تحل المسألة كلها جيب كل حاجة طب احنا وصلنا لحد التي 2 الاكشوال او التي 2 وخلاص بعد كده مديك التي 2 ار جبت التي 2 ار مديها لك صح؟ دي اللي جايب منها من الايتا بتاع مين؟ ريجنريتور صح؟ الافكتيف نس بتاع ريجنريتور عباره عن ايه؟ لسه عايزين نجيب التي 4 عشان نحسبه ماشي هنكتب القانون بتاعها بس ايه اللي حصل؟ التي 4 لا اللي حصل ان انا سخنت بالتي 2 ار سخنت للتي 2 ار ناقص التي 2 كان المفروض اسخن لحد كام؟ تي 4 صح؟ عشان احسب ديت محتاج مين؟
تي 4 دي. تمام؟ تمام. طيب انا معايا تي 3 صح كده؟ تمام؟ تروح تجيب لي منها مين؟ ومعاك البي 3 ولا لا؟ مديك اي بريشر ضرب في المساله؟ يبقى البي 3 هو نفسه؟ صح كده؟ طيب مدي لك ركز في الكلام الليفنج تمبريتشر فروم ذا تربين مديها لك تي 4 اصلا انا عايزها اصلا عشان احل بيه وكده كده هو طالبها. طيب في الحاله ديت ما قداميش غير حل واحد ايه هو؟ ان البي 4 بتساوي افرض ان البي 4 بيساوي البي 1 تمام كده؟ تمام؟ بقى معاك البي 4 ومعاك البي 3 ومعاك التي 3 تروح تجيب لي مين؟ تي 4 اس وبدلاله وبالايتا تربين تروح تجيب لي مين؟ تي 4 تمام؟ جبت التي 4 عرفت احسب مين؟ بيتا الابسلون بتاع الجنريتور تمام؟ طيب بعد كده جبنا التي 2 التي 4 التي 5 فاضل ستيت 5 ستيت 5 اجيبها ازاي؟ بص بقى في قانون نسيت اكتبه الكيو سيفد كيو سيف بتساوي كيو ريجينيريتد الكيو ريجينيريتد اللي هي من كام لكام؟ من 2 ل 2 ار صح؟ هي نفسها الكيو سيفد اللي انت خدت او انا اسف الكيو سيفد هي من ال 2 ل 2 ار الكيو ريجينيريتد اللي هي من كام لكام؟ من 4 ل 5 من 4 ل 5 خد بالك ان الكيو سيفد ده اهي ديت بالنسبه لمين؟ للاير سايد الكيو ريجينيريتد ديت اللي هي الجاز سايد ده اهي بتساوي مين؟ في مضوط اير في السي بي اير في التي 2 ار ناقص تي 2 تمام؟ ده هي بتساوي ايه؟ نوت جاز سي بي جاز في التي 4 ناقص التي 5 طالما مش مديك اي داتا عن السي بي اير والسي بي جاز والحاجات دي كلها ومش مديك اي داتا عن ايه نوت فيول هتعتبر الاثنين بيساوي بعض المجهول في المعادله دي كلها بقى مين؟ تي 5 تمام؟ طيب تعالى بقى نجيب نحل بقى الايتا ثيرمال والحاجات الثانيه دي كلها اول حاجه الورك بتاع الكمبريسور او الباور بتاعت الكمبريسور هتبقى كام كمبريسور عندك؟ اثنين يبقى الورك الباور بتاع الكمبريسور الاولاني زائد الباور بتاعت الكمبريسور الثاني تمام؟ تمام الاولاني ده هيساوي مين؟ ام دوت اير السي بي اير في التي كام؟ تي اي ناقص تي 1 ايه اس ولا ايه اكشوال؟ اكشوال اي حاجه في القوانين اكشوال زائد ام دوت اير السي بي اير ها تي 2 ناقص تي 2 ناقص تي بي ارتبوا الاثنين في واحده انا وهندسه ارتبوا السي ال دبليو الاثنين مع بعض ايه؟ كان الدكتور بيكتب الاثنين في واحده من في واحد من السي في حاله الاوبتيمال في حاله الاوبتيمم الشغل هيبقى التوتال بيساوي 2 او الاثنين زي بعض يعني كومبريسور هنا عشان الانتر كولر مش هيطلع 2 زي بعض جرب كده ده بكام؟ ده ثابت وده ثابت مش فارق معايا صح؟ اللي ميرو ده ثابت تي اي بص التي اي جت منين؟ جبت الاول التي اي اس والايتا كومبريسور جبت التي اي والابسلون بتاع الانتركولر جبت التي بي وبعدين اعتقد دي بتبقى زي بعضها حد معانا حاسبه؟ جربها؟ سام مش هتنفع عشان التي بي مش نفس التي واحد عشان كده مش هتنفع هي الفرق لازم ان التي بي تساوي تي واحد عشان نقول القانون ده واحنا المعادله اصلا بتقول ان دي بكام؟ اثنين ورك كومبريسور الانترميديت او وان ستيج يبقى لازم يكون اوبتيمال بريشر ريشيو او الار بي ثابته زائد
الانتركولر بكام؟ واحد. ايبسلون بكام؟ بواحد. تمام؟ تمام؟ غير كده مش هيطلع اتنين في الشغل بتاع الانتركولر، في الشغل بتاع الوان ستيج. طيب احنا كنا واقفين فين؟ واقفين هنا، ادي الارقام بتاع المساله اهي زي ما انا حالم ماشي. جبت الورك بتاع الكمبريسور، جبت الورك، ما انا معايا كلمه دوت ايه؟ معايا كلمه دوت ايه؟ طيب الورك بتاع التربايت ها؟ مديني اي حاجه عن الام دوت فلويد؟ لا. يبقى عندك هنا ام دوت اير السي بي التي 3 4 كل حاجه معاك. ركز بقى معايا، الورك نت كده اعرف اجيبه صح؟ الباور اعرف احسبها، هضرب في الام دوت اير. ايوه. طب عايز الكيو اير، عايز الكيو اير ها؟ يبقى ما بين كام وكام؟ اتش 3 اتش بوس اتش 0. تمام كده؟ كومباشن تشامبر؟ طالما ما قالش حاجه يا باشا، ما ادانيش حاجه عن دي، ما ادانيش حاجه عن دي. كيو اف بتاع الوركينج فلويد عشان بس ما تطلعوش الوركينج فلويد. وفي الحاله ديت هتبقى هي ام دوت فلويد في ال سي في، بس هو اصلا مش مديني اي داتا عن ام دوت فلويد في ال سي في. خلاص كده؟ كده اعرف احسب الايتا مين؟ ايتا ثيرمال للسايكل. ايتا ثيرمال للسايكل. عايز ايه في المساله دي؟ عايز التمبريتشر، عايز الهيت اكستشينجر افكتفنس حسبناها في الاول جبناها، عايز الباور ديفولوبت جبناها، عايز الثيرمال افشنسي جبناها، عايز التمبريتشر اوف جاز ليفنج ذا هيت اكستشينجر دي خمسه جبناها. تمبريتشر اوف جازز يبقى خط الغاز الجاز سايد ليفنج ذا هيت اكستشينجر، يعني عايز تي كام؟ خمسه. تي خمسه وجبناها. اخر حاجه بقى، اخر تحسين معانا النهارده هو الانتر هيتنج. نفس اللي حصل في الكمبريسور هيحصل في ما خلاص، ما انا اصل هكتب مساله عامه ومن حل كده كده ببعد الخطوات تاني. الاثنين كومبريسور انت بتسميه باور بتاع الكومبريسور بيساوي باور بتاع الكومبريسور الاولاني زائد باور بتاع الكومبريسور الثاني، انت بتسميه كده. طيب نرسم بقى مساله على كل الحالات عشان نخلص. ده دي الهاي ستيج ولا اللو ستيج؟ الهاي ستيج تربوي. وبعدين اروح على المره دي بقى هعمل انتر ايه؟ انتر ايه؟ انتر هيتنج. تمام؟ وبعدين يطلع مين؟ يروح على اللو ستيج تربوي وبعدين ارجع اعمل الكلام ده. دي بيسميها ايه؟ نعم؟ منها بيحط كومباشن تشامبر ثانيه يعني مكان دي. ماشي تمام. طيب يبقى الحل الثالث ان انا بزود شغل مين؟ التربايت. بتزود شغل التربايت، خد بالك بقى. ماشي اتفضل، عايز يمشي يمشي. الورك بتاع التربايت عشان ازوده خسرت حاجه، زودت الكيو ات. يبقى الحاله بتاعت انك بتزود شغل التربينه بتخسر قصادها الكيو ات. طب الحراره، طب في الاخر الكفاءه بتزيد ولا بتقل؟ بصوا بقى، بصوا هو اولا انا ما بعملش كل تحسين على حده، انا بعمل التحسينات كلها مع بعضها. بعمل دوره، بعمل تحسينات كلها مره واحده معايا، فكده كده الكفاءه بتزيد. تمام. طيب برضه نفس القصه، اوبتيمم انترميديت بريشر ريشيو معناها ايه؟ هنسمي دي سي، نسمي دي دي، يبقى بي سي على البي 3 تساوي البي 4 على البي دي، او العكس او اقلبها يعني. البي سي البي 3 على البي سي بتساوي البي دي على البي 4 معايا. لو قال لك بقى خد بالك من هنا من حاجه، لو انا شغال اوبتيمم يبقى البي سي هي البي دي صح؟ تمام كده؟ طب لو انا جيت قلت لك ايتش كومباشن تشامبر هاف او هاز 1 من 10 بار دروب، بريشر دروب،
يبقى البي دي بتساوي بي سي. يبقى البي دي دي هتساوي بي سي ناقص كام؟ 1/10 بار على حسب بقى. هو حد يتلخبط يجمع لي كيلو باسكال مع البار. ماشي؟ تمام؟ طيب. تعال نشوف بقى مسألة فيها الحاجات دي كلها؟ الحاجات كلها؟ أنا هخلص السنة مش جاية المرة الجاية. كل الشيء ده خلاص كده؟ رقم 9. 9 بيقول لي إيه؟ جاز تربين سيستم consists of two stage compressors. Two stage turbine. مش مديني أو في تحت الجنريتور. طيب يبقى عندي two stage compressor و two stage turbine بيديك إيه؟ الأمبيانت كونديشن 1 بار و كام؟ 22 سليزرس. بيديك البي 1 ب 100 كيلو باسكال والتي 1 ب 22 يعني 2.5 2.95. بريشر ريشيو فور ايتش كومبريشن ستيج از 2.8. يعني ايه؟ يعني البي اي على البي 1 بتساوي البي 2 على البي بي. هل في احتمال ان البي اي تتغير عن البي بي؟ الا يعني ما هو مش هيذكرها يعني اصلا دي مش كومبشن تشامبر عشان يبقى فيه ان هو ممكن يقول لك اتش كومبشن تشامبر. دي مش كومبشن تشامبر ده انتر كولر معايا. فهو يا اما هو يجي يقول لك البي بي بكذا يا اما تفرضهم الاثنين زي بعض. ففي الحاله دي انا هفرضهم اقول ان البي اي بيساوي البي بي بيساوي مين؟ البي واحد في جذر مين؟ بس ركز ركز الله يرضى عليك. جذر الار بي. الار بي اللي انا قصدي بيها هنا الار بي مين؟ الار بي توتال مش الار بي انترميديت اللي في مديها لك في المساله. الار بي مالها؟ الانترميديت. يعني هو بيقول لك البي اي على البي 1 بتساوي 2.8. ففي الحاله ديت البي اي بكام؟ 2.8 فالتانية بواحد واحد بار يعني. ومديك البي بي هي نفسها البي اي بكام؟ 2.8. يبقى البي 2 بكام؟ 2.8 اهي 2.8 كده اوبتيمم يا باشمهندس صح؟ كده اوبتيمم كده الانترميديت بريشر اوبتيمم. ده الانترميديت بريشر اوبتيمم. بعد كده مدينك الانيماتيك افشنسي فور ايتش كومبريسور ستيج 82%. يعني ايه؟ يعني هتروح تجيب تي اي اس ومليتا كومبريسور تروح تجيب مين؟ تي اي اكشن معايا؟ طيب ما قالش حاجة عن الانتر كولر. تعال نكمل كده The water intercooler decreases the temperature of air to 27 درجة سليزيوس. دي مين؟ تي بي. دي التي بي. التي بي اديها لك المرة دي 600 كيلو. اديها لك مباشر. ما ادالكش الابسلون بتاعة الانتر كولر. اديها لك مباشر. ما ده الاحتمال التاني. طيب في الحاله دي بيديك التي بي صح؟ ومعاك البي بي بيديها لك 2.8 ومعاك البي 2 تروح تجيب التي 2 بس التي 2 مين؟ اس. من اس. من الايتا كومبريسور تروح تجيب التي 2 مين؟ الاكشن. بعيد الخطوات تاني. حد مش فاهم يا جماعه؟ لا تمام تمام ماشي. المهم ذا تمبريتشر ركز بقى ركز معايا. ذا تمبريتشر ات ايتش تربين انلت 827 درجه سيلسيوس. يعني التي كام والتي كام؟ ايوه تي 3 وكام؟ تي دي. يعني معنى الكلام ايه؟ معناها ايه الكلمة دي؟ كان ممكن اقولها بطريقة تانية. ممكن اقول لك ايه؟ نفس انتر هيتر افكتيفنس بكام؟ 100% بواحد. صح ولا ايه؟ ايوه. مش لو انا قلت لك انتر كولر افكتيفنس بواحد ودهين 22 تبقى دهين كام؟ صح ولا ايه؟ صح.
لما انا اقول لك انتر هيتر بواحد ايه افكت بنسبه واحد، لما اقول لك دي 827 تبقى دي كام؟ 827. بس انما المساله بتاعتنا دي الانتر كولر افكت بنسبه مش بواحد بس، قايل لك الافكتفنس بتاع الانتر هيتر بكام؟ بواحد. قايل لك بطريقه ثانيه، قايل لك التربين ان التمبريتشر فور ايتش تو تربينز بتوعي 627، نفس الرقم نفس الرقم، يبقى الافكتفنس واحد. بريشر دروب ان ايتش كومباشن تشامبر از 5% اوف ذا بريشر ات ايتش كومباشن انلت. يعني ايه؟ يعني ايه الكلمه دي؟ البريشر دروب ب 5% مش برقم، ما ادهالكش دلوقتي برقم، معناها ان البي 3 بتساوي كام من البي 2 ار؟ 95% من البي 2 ار، وغالبا البي 2 ار هو نفسه البي 2 عشان ده مش كومباشن تشامبر. لو قال لك البريشر دروب ان ذا جاس سايد ان ذا اير سايد ان ذا اير سايد في الريجينريتور بس في الريجينريتور بس كذا في المية او كذا، يبقى انت عرفت البي 2 ار مختلفة عن مين؟ يعني البي 2 ما قالكش، يبقى البي 2 ار هي نفسها البي 2، والكومباشن تشامبر البريشر دروب يبقى بين بي 3 وبي وبي 2. شو هو الوضع حابب ما يعرفش الضغط صح؟ لا ممكن عادي يحصل في الضغط يلف الضغط عادي. اه زي تاني زي كومباشن تشامبر. مواسير ايه؟ مواسير ماشيه، طول ما في مواسير ماشيه طول ما في بريشر دروب. احنا اللي بنفرض ان مفيش بريشر دروب. زي الفولتج بالظبط بالنسبه لنا. ايه؟ لا هو لما يديك درجه حراره بيديك اكشوال. لما يديك ضغط بيديك اكشوال. ايه؟ انا ما جبتش التي بي اس، انا جبت التي 2 اس. ايوه ايه المشكله؟ ركز معايا الله يرضى عليك، سيبك من هنا دي خالص. انا عايز انتقل من واحد للايه؟ ومن تيجي الايجا بتاع الوستج كومبريسور ده بتعمل ايه؟ من واحد لمين؟ لاي اس صح؟ واحد دي اس ولا اكشن؟ صح؟ واحد اكشوال. عايز انتقل من بي لاثنين ومديك ايتا للهاي ستيج كومبريسور، فبتنقل من بي لاثنين اس الاول صح؟ طب البي دي اس ولا اكشوال؟ اكشوال. يبقى انا لما اديك البي الاكشوال انت ليه ترجع للاس؟ فهمتني؟ معايا؟ انا محتاج البي الاكشوال على طول وهو مديها لك مباشر. طيب يبقى كده عرفنا في المساله ان البي 3 95% من البي 2 ار هي نفسها البي 2، زائد ايه كمان؟ عرفت ايه كمان؟ البي دي البي دي 95% البي سي البي سي. ادياباتيك افشنسي فور ايتش تربين ستيج 88%، هنرجع نعمل نفس الخطوات تاني، والريجنريتيف هيت اكسشنجر افكتفنس 75%. عايز كل حاجه سبيسيفيك باور اوتبوت. هو ليه طلب هذا سبيسيفيك باور اوتبوت؟ عشان مش مديك ام دوت بتاع الاير. معايا؟ طيب تعالى نكمل حل المساله. معايا جبت التي 2 الاكشوال صح؟ خلاص يا رجاله الله يرضى عليك. جبت التي 2 الاكشوال صح؟ عايز اجيب التي 2 ار. القانون بتاع التي 2 ار مين؟ الافكتفنس بتاع الريجنريتور صح؟ بيساوي ايه؟ تي 2 ار ناقص التي 2 على على تي 4 ناقص تي 2. معاك التي 4؟ مش معاك، يبقى لازم اجيب التي 4 الاول. معايا؟ طب اروح لستيب 3. مديك ايه في ستيب 3؟ ها؟ تي 3 827 يعني 1000 صح؟ صح. والبي 3؟ البي 2 بيساوي 2 اهو. طلعت اهو 95% ال 2 ونص مين؟ 2.8 من 10 مين؟ تربيع. ماشي. ايه رجال؟ ماشي. 827 يبقى 1100. ماشي يا رجال خلاص. ماشي؟ والبي 3 جبتها. معاك التي 3 ومعاك البي 3. اروح انتقل لمين؟ البي سي. للسي اس. للسي اس. بص بقى. مديني التي دي صح؟ اه. طب فين بقى البي سي والبي دي؟ فين 6 4؟ 6 4 ايه؟
3 في كام؟ يعني البي سي بتساوي ب 3 بي جي. البي سي بتساوي ب 3؟ قلت ايه؟ لا بيحصل تردد يا ابني. هنجيبها هنجيبها منين بقى؟ مش البي سي بتساوي دي 3 وكده 3 من التي 3 والبي 3. طب انا عشان اجيب السي بمحتاج البي سي او التي سي. هو انا عندي مثلا الدي بشوف معلومات عن الدي. معاك معلومات عن الدي حلو ماشي ماشي. طب تعالى نروح ما انت لما خطوه ضاف قدامك المساله ما وقفتش. شوف اللي بعدها شوف الستيت اللي بعدها. انا وقفت دلوقتي عند ستيت 2 ار وكنسلتها. ستيت 3 لقيتها موجوده. ستيت سي كنسلتها لان مش لاقي لها حاجه. ستيت دي عشان كده بقول لك يعني حاول تنظم الدنيا سيبك من العك اللي انا بعمله ده. التي دي مديها لك ب 1100 حلو الكلام؟ تمام؟ البي دي معاك؟ لا برضه مش معايا. عتقت طب تعالى لستيت 4. ستيت 4 خليك معايا رجاله. ساعات حد معروفين في مجهولين عشان بس ما نغيش كتير يعني. ستيت 4 التي 4 معاك؟ برضه مش معايا التي 4. انا معايا اللي فوق ده ليه رقم ماشي خليك معايا. التي 4 مش معايا. البي 4 سوي خمسة سوي ضغط كبار نقول ان هي بتضغط كبار مش عنده مش عايز انا تمام اتفضل عايز اتفضل اتفضل هنشوف لسه عرفتي خمسة؟ طيب عرفتي خمسة؟ تعالوا نعمل محاولة واحد دور على البي دي دي اصلا وفين استوى هيبقى في خيار؟ مديني الادياباتيك افشنسي فور ايتش تربين ستيج. دي اللي احنا ما استخدمناهاش. دي اللي احنا ما استخدمناهاش. تعالى نستخدمها كده. الدي 3 على التي سي اس بتساوي في على البي سي. اكتبوا اسامي اللي في الاخر خالص ولا ماشي؟ في ناس خرجوا لا ولا ماشي. انت معاك معمل الساعه كام؟ خلاص اللي بقى لها وراه معمل تطلع وراه. اكتب اسمه تطلع وراه. دي جاما ناقص واحد. دي جاما ودي جاما ناقص واحد. معايا التي 3 ومعايا البي 3 البي سي والتي سي بقى معايا دلوقتي التي سي اس والبي سي. خلاص يا دي اول معادله معايا. هرجع تاني بس اللي فوق ده الاف الاوريجينيتور ده معايا. المعادله دي بقت فانكشن تي 4 وتي 2 ار. تي 4 وتي 2 ار. مهندس هو مش طالب الطاقه بتاعه التبريد الحراري دي سي بي في 2 ار ناقص 2 بتساوي السي بي بتاع في 5 في 4. ما هو ده اللي انا هكتبه في الاخر. طيب بقى معايا ده مجهولين وده مجهولين مش عارف اتصرف. طيب تعالى نكمل من الدي لحد 4 هنقول ان التي 4 اس على التي دي بتساوي البي 4 على البي دي. ده هي جاما وده هي جاما ناقص واحد. المجهول هنا بقى تي 4 اس. لا في معادله ناقصه يا اسف في معادله كده ناقصه. الايتا بتاعه التربايه مهندس الايتا بتاعه التربايه ايوه الايتا بتاعه التربايه الحقيقي على المثال. المعادله دي انا ما حطيتهاش. المعادله دي انا ما حطيتهاش. الحقيقي على المثال الحقيقي اللي هو كام؟ تي 3 ناقص التي سي اس على التي 3 ناقص التي سي. ده الايتا بتاع الهاي ستيج تربايت.
برضه الهاي ستيج تربين. طيب المعادله دي بقى مين اللي مجهول فيها؟ تي سي اس تي سي اس تي سي والتي سي. طيب المعادله اللي بعدها دي المجهول هنا بقى تي 4 اس والدي دي كده مش تنفع برضه. لا انا ممكن افرض ان الباب 4 هي نفس ال بس بي 5 تساوي بي 5 بيساوي بي 1 هي البي 1 اه ايوه كله ضغط الهواء 1 بار ماشي بس برضه ما حلتش حاجه. لا حل لو انا معايا ده ماشي ما يخرجش من الايتا بس ومن الايتا بتاع اللو ستيج ديفاين بقت تي دي ناقص تي 4 اس على تي دي ناقص تي 4 بص بقى بس هي غلسه شويه البي دي ده هي نفسها الدي سي. لو انا فرضت لو انا قلت اف البي 4 بواحد بار ماشي هبدا بقى من تحت لفوق كده تي 4 اس على تي بتساوي بي 4 ده اللي هو بواحد على البي دي ده اللي هو البي سي اللي هو البي سي. طيب ده ضمر ده ضمر اس واحد يبقى معنى الكلام ان التي ان البي سي. طب انا ليه عملية تحت الكلام عايز ضبط ومعايا تي دي هي الفكرة إن هي معادلات هتجيب مجاهيل في مجاهيل تاني. اه التي دي تيجي معايا تيجي معايا ب 1100 ده ب 1100 التي 4 اس بقت فانكشن في البي سي. طيب هتشيل انت هنا البي سي ده مش استفاد برضه مش هتيجي كمان بس كنت هقول لك هندسه ما تقلقش. على فكره انا خايف ان هي يكون فيها مطر. ايه في حاجه غلط؟ تبقى المره الجايه فيها محلات. انا فاكر ان كان في مساله فيها مطر مش هي دي اعتقد مش 8 مش 9 9 9 طيب انا معايا احمد جمال هو كده كده عمره ما هيقول مساله فيها ال ده غلسة ده ممكن يصعب كده مش مهم هو ايه تحل الباشا ما تحلش بالعكس ده انا غلبان يا باشمهندس مش دكتور لا باشمهندس كويس يعني اه دكتور مصطفى بيكرر لا لا ليه هو جاي ده في تاني غلط على بس عشان افكر في المساله في مسألة فيها معطى ناقص في الشيت ده بس أنا مش عارف 8 ولا 9 أنا مش متذكر 8 ولا 9 الهاي ستيج تربين شغل هاي ستيج درايفز عشان هتلاقي الكتابة كانت بالمنظر ده كده الهاي ستيج تربين درايفز درايفز الهاي ستيج كومبريسور معناها إيه الجملة دي؟ معناها ان الورك بتاع الهاي ستيج تربين بيساوي الورك بتاع الهاي ستيج كومبريسور الهاي ستيج كومبريسور. طب هتستفاد بيها ايه؟ هتقول لي ان التربين عباره عن الام جاز السي بي جاز في التي 3 ناقص التي سي تمام؟ بيساوي الام اير السي بي اير في التي كام ناقص التي كام؟ تي 2 ناقص تي ممكن تكون فعلا ده ناقص هو الدكتور كان عايز كده معنى كده معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا من المعادله دي اعرف احسب مين؟ تي سي تي سي انت لو حسبت تي سي المساله كلها اتحلت كل المساله اتحلت بس دي الاكشوال بقى مش اه ما هي دي الاكشوال بص دي الاكشوال كده طب انا عايز اجيب البي سي تروح تعمل ايه؟ فين القانون بتاع الايه ده؟
الايتا هاي ستيج تيرباين هتساوي ايه؟ الايتا هاي ستيج تيرباين هتساوي ايه؟ الحقيقي على المثالي صح؟ الحقيقي هو مين؟ تي 3 ناقص تي سي صح؟ على تي 3 ناقص تي سي مين؟ اس. ايه المجهول في المعادله دي؟ تي سي اس. تروح تعوض في المعادله اهي جيب لي سي جيب لي في دي وهكذا غالبا ده اللي ناقص. Pessoal.